السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في شرح الكامل للعبة يور فلاي أو لعبة الطيارات للمكفوفين. الشرح ده كامل زي ما قلنا، هيبقى طويل جدا، حوالي ساعة وسبع دقايق أو 8 دقايق بشرح فيه اللعبة بالكامل. في بس حاجات عايز أقولها قبل ما أبدأ بسرعة. الأول أنا آسف جدا على التأخير في نشر الفيديو. أولا أنا وعدتكم إن أنا أنشره فعلا الشرح الكامل، بس حصلت مشاكل كتير جدا فمنعتني من الموضوع ده. الحاجة التانية ان الشرح الصوتي ده مش بصوتي، ده بصوت الاخ رياض السومي. رياض السومي هو الشخص اللي قام بتعريب اللعبة من اللغة الانجليزية للغة العربية، وهو كمان اللي عرب كريسي بارتي، فشكرا يا رياض بجد. وبعد ما سجلت الفيديو بصوت انا قلت لا، ده يعرف اكتر مني بكتير في اللعبة، وهو يبقى الشخص الأفضل في شرحها، لأن اللعبة مليانة اختصارات كتير جدا ومليانة حاجات كتير، فهو الأحسن. وكمان أنا معايا الملف الصوتي وبحاول بقالي 2 أو 3 أسابيع إن أنا أحول ملف الصوت بشكل كويس من غير ما أفقد الجودة بتاعته، فبجد طلع عيني. فيعني هو ده الموضوع ما فيه يعني. لكن الفيديو معاك اهوت، واتمنى انه يعجبكم. بالمناسبه انا كنت عملت فيديو عن اللعبه قبل كده بعرفك ازاي تقدر تحملها وازاي تقدر تثبتها بشكل سليم من غير اي مشاكل وكل حاجه، فلو عايز تشوف الموضوع ده هتلاقيني سايب لك الرابط، او الرابط موجود في الوصف بتاع الفيديو ان شاء الله. وكمان هتلاقي في وصف الفيديو ده اللي هو اللي انا هسيبه لكم في الوصف الروابط بتاعه تحميل اللعبه، وكمان لها روابط من جوجل درايف عشان الناس اللي مش بتعرف تحمل بشكل مباشر. فمن غير كلام كتير يلا بينا ننتقل للشرح، وما تنساش تدوس لايك وتدوس شير وتدوس سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتقول لي ايه رايك في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم جميعا الاخوة والاخوات المستمعين لهذا الشرح الصوتي. اليوم باذن الله راح نتعرف على اطلس وبرنامج يوروفلاي. اول شيء يوروفلاي هو اسم البرنامج اللي انا نشرحه اليوم، وممكن ينشاف اقرب للعبة بس هو مش من فئة الالعاب. هو عبارة عن اطلس بقلبه كل خرائط العالم، هو واقع الى ابعد الحدود، فيك تعمل اقلاع، طيران، هبوط، يعني هو معمول على شكل اطلس، فيك تشوف خرائط العالم عبر المشي بالخريطة. وفي كمان بدل انك تمشي بالخريطة وتتنقل شمال جنوب شرق غرب فوق تحت يمين الى اخره، في طريقة تانية للتنقل بالخريطة، وهي الطريقة الامتع والاسهل، اسهل اذا تعلمنا الطريقة اللي بيشتغل فيها، وهي الركوب بالطيارة. يوروفلاي هي بالمبدأ شركة، واسم شركة خيالية بتخلي الواحد يمارس الطيران عبر خطوطه. وبرنامج يوروفلاي هو برنامج محاكاة لأبعد الحدود، بقلد كل شيء موجود بالطيارة، من الإقلاع للهبوط لفتح الباب لتسكير الباب لربط أحزمة الأمان لسحب أحزمة الأمان لرفع وخفض الأجنحة للطيران، إقلاع هبوط التصاق برج المراقبة اصطحاب ركاب ومضيفين ومضيفات إلى آخره. هذا هو أهم شيء. ممكن تتم الرحلة يا اما عبر مهام هي تكون معطاة لك من المسؤولين، مسؤولين يعني مديرين الشركة او الادمنستريترز، طبعا هو محاكاة، او انك تقوم برحلة استكشافية هي اسمها رحلة حرة، تخليك تروح من اي نقطة بالكرة الارضية لاي نقطة، طبعا من مطار الف الى مطار باء. فيك تعمل استراحة، طلع الركاب، تعبي خزان الوقود من جديد. نتعرف سوا على البرنامج. طبعا هي صار باللغة العربية. رسالة من الخادم يوم تايلاند يوروفلاي is now available also in Arabic language. For more information visit the download center of Yoruflai. Okay. اها. ادي رسالة من الخادم او الخادوم، الاسم العربي الأصح، إنه يوروفلاي صارت available in Arabic، صار فيكم تنزلوها باللغة العربية. طبعا هذا الشرح بعد ما نعطي بإذن الله بمنشور كتابي كل شيء، من طريقة تحميل البرنامج لطريقة التثبيت. طريقة التثبيت عادية بس حنعطي الروابط يعني مطلوبة، وبعدين بنشغل البرنامج مثل ما عملنا هلا. شغلنا، نضغط انتر،
You're offline. Items free list. You're offline. .exe16.30. Blank. Loading Europe. هذه المقدمة. ما تهتم ب loading Europe, loading Asia. بك في Eurofly. حول Eurofly. أها. هذه القائمة الرئيسية. حول Eurofly رح يعطينا بعض المعلومات. Eurofly. Eurofly هي عبارة عن شركة خطوط جوية سلوفاكية. طبعاً مطور سلوفاكي. تنظم رحلات جوية دولية سواء عبر قارة أوروبا أو عبر حول Eurofly. طبعاً حول Eurofly وحول المطور مش رح نتعرض لهم. ليش؟ لأنه موجودين بجميع النسخ. بس هي للتأكد إنه تعرف شوي عن البرنامج. في كمان مثل ملفات مساعدة كتابية بس ما بتطمن الأشياء المطلوبة لتعرف إقلاع والهبوط وحركة أهم شيء بالحركات بالطيارة. خروج حول تنزيل اختبر مكبرات صوت إعدادات الملفات تنقل يد رحلة حرة المهام اللي قلنا عنها إنه هي المهام اللي بناخذها من المسؤولين. رحلة حرة هي رحلة اللي نحن من اختيارنا. تنقل يدوي في الخريطة هو بحاجة صراحة لشرح كامل لوحده. هذا الشيء ما نحن نطرقه اليوم، يعني إذا بتحبوا بعدين نعمل شرح عنه ما في مشكلة. الملفات الشخصية. إعدادات الصوت. إعدادات الصوت خلينا نشوف. NVDA. NVDA. Sapify. NVDA. NVDA. لأنه حاليا مش مشغل لا NVDA. فيني اعتمد على سابي 5. حاليا سابي 5 لو اعتمدت عليه بدي احدد صوت عربي، خليه على NVDA. هي لما تنزل Eurofly لأول مرة تكون باللغة، بكون عفوا بسابي 5، فهذا بتغيره بداخل اعدادات الصوت. تم تغيير آلة النطق بنجاح. ما غيرتها سادة. اختبر مكبرات صوتك. طبعا هذا بيختبر تنزيل مكبرات. الملحقات. الملحقات هي أبراج جديدة أو مضيفين أو مضيفات كمان جدد تنزل من Eurofly بشكل يعني شكل دوري، حسب كل ما ننزل شيء، كل ما نرفع شيء على الموقع، كل ما تكون فيك تنزل. وهي عادة لما يطلع شيء جديد بيكتب رسالة من الخادوم أو الخاتم إنه المضيف كذا صار متوفر، الترجمة باللغة كذا متوفرة. حول المطور. حول رحلة تنقل الملفات الشخصية. هذا اللي بيهمني. إنشاء ملف شخصي جديد. إزالة ملف شخصي. إنشاء ملف شخصي جديد. إنشاء ملف شخصي جديد. إنشاء ملف شخصي جديد. كما تريده أن يكون ظاهرا في ملفك الشخصي، ثم اضغط مفتاح الإدخال. تست. تم إنشاء الملف الشخصي بنجاح. ممتاز. تنقل يدوي في رحلة المهام. المهام. هذا أول شيء بده يكون عنا علم فيه. ليست رياض. عندي. تست. عندي ثلاث بروفايلات، ثلاث ملفات شخصية. هنستخدم تست اللي أنشأناه هلا. لو ما كان عندك إلا ملف شخصي واحد ما حيعطيك هالقائمة، بس أنا عندي أكثر من ملف شخصي فحأختار تست. حدد التردد. بلانك. أول شيء نضغط أي لمعرفة المهمة أو المهمة. مرحبا يا خاص وأهلا بك في شركة Eurofly. نحن مسرورون لاختيارك للعمل معنا، فنحن شركة كبيرة وأعتقد بأنك سوف تستمتع بالعمل هنا. قبل البدء بالعمل معنا يجب أن تمر باختبارات 10 بصفتك مبتدئ قبل أن يتم تعيينك موظفا بصفة رسمية، وخلال هذه الرحلات لن تتمكن من نقل أي مسافرين على متن طائرتك. واليوم بما أنها المرة الأولى فأنت ستطير بطائرة صغيرة من طراز ساسسي وهندرسوليتشي، ومهمتك أن تحلق وتقلع من مطار زمكاي إلى سوران، والمسافة بين المطار لن تتجاوز 11 كيلومترا، ولكن نرجو الحذر أثناء القيادة. إنك نائل مطارين صغيرا وأعتقد أنك لن تواجه أي مشكلة في الإقلاع أو الهبوط. حظا طيبا. أي. أول شيء نسكر الباب، نقفل الباب، نعمل كنترول R. لا. ليش؟ لأنه ما بيحق لنا نطلع معنا ركاب. لو كان بيحق لنا نطلع ركاب ما كنا قدرنا نسكر الباب بدون ما نطلعهم. بنطلع الركاب كنترول W. هالشي يعني مش رح يفيدنا هلا. أول شيء بنعبي خزان الوقود كنترول شيفت E. معلش اسف، اليوم حيكون عنا اختصارات كتير جدا، فحتى تسمعوا الاختصارات ممكن تعيدوا الشرح لحتى تصيروا متمكنين من الاختصارات وبعدين يصير فيكم كنترول بي يعمل كيف اسهل. كنترول بي تربط احزمة الامان. كنترول بي من جديد.
لا يعمل. فكينا أعزمة الأمان. يعمل. هلا فينا نفتح الباب. نسمع صوت المطار، صوت الطيور، صوت حتى الطقس، شكل في شوي طقس. نذكره من جديد. حتى تعرف معلومات الطقس تضغط W. غائم تقريبا نسيم جنوبا بسرعة 3 كيلومترا في ساعة سحابة مضيئة أعلى منك ب 1771 مترا. تضيو. تمام. اللي بدنا نعمله هلأ نضغط F لنعرف التردد. هو قالنا بالأول حدد التردد. تردد جديد 130.2 F. نضغط Alt F. ادخل التردد. درايف. شغل تردد 130.2. 1.3.0.2. أدخل الرمز 7.1.0.7. أها هذا أنا كمان طلعت. هذا صوت الراديو لأنه نحن شغلنا التردد، صار في أين اتصال مع برج المراقبة، بنسمع بقية الطيارات كيف بيحكوا بيناتهم. فهلا ألتي أدخل الرمز بلانك 7 1 0 1 0 7. لا شو الرمز؟ فينا نضغط كنترول انتر أو نضغط سبيس. أدخل الرمز 7 1 0 7. أدخل الرمز. غريب أنا دخلت الرمز 7 1 0 7. تم التحقق منك. اللي بدنا نبلش فيه هلا هو ان نشغل الطيارة. نعم بيج اب. اشتغل اول محرك. محرك الايسر. جاهز. اها. بيج داون. اشتغل محرك اليمين. جاهز. نفس الشيء. طفينا محرك اليمين ببيج داون. طفينا المحرك اليسار ببيج اب. بيج اب. مش ضروري ننتظر كل واحد ليضوي، فينا نعمل هيك بيج اب بيج داون مع بعض رح تصير بهالشكل. جاهز. محركين بنفس الوقت شغلناهم. هلا فينا نضغط اي لنعرف خزان الوقود قديش موجود فيه. 3866. ممتاز. صفر ار. عندي ار ما بدنا اياه هلا حاليا. هاد لي مفتاح. اول شي بدنا نضغط السهم تحت، بدنا نرفع الزاوية تبع الطيارة لتعرف قديش الزاوية تضغط تي. صفر تي. بدنا الزاوية توصل تقريبا لخمسطعش. 15 اكثر بشوي اقل بشوي، مهم تكون قريبة لخمسطعش. هلا صفر. صفر تي. السهم تحت. 2 4 6 8 10 11 15. ممتاز. بدنا هلا شو بدنا نعمل؟ الخطوه التاليه نشيل الفرامل. بي لا تعمل. هلا الطياره صارت جاهزه للتحليق، بس ما اقلاع ولا شيء. يعني فيني هلا اذا بدي اضغط هولد للتسريع على تسريع المحركات واند للتبطئه. طبعا انا ما اخذت تصريح من برج المراقبه لاني اطلع. أول شيء بدنا نعرف كم معلومة عن الطيارة اللي نحن فيها، نضغط كنترول انتر. الرحلة المكلف بها. الرحلة المكلف بها. المطار نافزانكي ثلوفاكيا 1. المطار هذا المطار اللي نحن فيه. الطيار تاس في التدريب 1. أو بالأحرى المطار اللي بدنا نروح عليه والله. ساسي 100. الطيار المطار نافزانكي ثلو بلانك. بعتقد نحن بالمطار. هنشوف نحن بأي مطار. ثلوفاكيا نافزانكي زيرو. ايوه هذا المطار اللي نحن فيه. المطار الطيار تيست في التدريب 1. الطيار تيست في التدريب. لسه انا ما صرت موظف فبنعرف انه بالتدريب. ساسنا سي 172 الفئة 1. هذه الطيارة. الطيارات من 3 فئات، كل ما تترقى بالعمل كل ما يصير بامكانك تسوق طيارات من فئة احسن. الطيارات الفئة الأولى هي طيارات معظمة عسكرية أو صغيرة، يعني مدنية صغيرة ما بتساع كتير ناس، يعني أكثر شيء 10-15 شخص هيك شيء 20. عدد المقاعد 4. 4 مقاعد. الطيارة ما فيها إلا 4 مقاعد، يعني هي طيارة صغيرة جدا. أنت ما صار فيك إنه تسوق طيارات كبيرة، لازم تمر بـ10 اختبارات بعدين بحق لك تسوق.
كله من سهم فوق سهم تحت كله. عدد الركاب صفر. عدد الركاب صفر لأنه مثل ما شفنا بالأول أنه لا يمكنه استصحاب الركاب. أول 10 مهام ما فينا نصحب معنا الركاب. سهم تحت. الوزن الصافي 1.0 طن. وزن الصافي للطيارة طن واحد. الوزن الحالي 4.9 طن. هذا وزن المعدات والأشياء الموجودة بالطيارة، يعني وسائل الاتصال مع البرج وكل الأشياء، حتى بما فيهم نحن أنا. يعني أنا طبعا وزني مش حيطلع 1 طن، بس إنه هذا الوزن زاد 3 طن أو 4 طن عن الوزن الصافي لأن فيه بعض المعدات. السرعة القصوى في الهواء 226 كيلومترا في الساعة. طبعا 226 سرعة منخفضة جدا منخفضة جدا جدا جدا، يعني الطيارات توصل سرعة 900-850. طبعا هذه طيارة فئة أولى منشي. المدى 1074 كيلومترا. المدى يعني هون المدى اللي بيحق لك تمشي فيه بدون قديش فيك تمشي قبل ما يخلص الوقود تبع الطيارة. فيك تمشي 1074 كيلومتر من لما تعبي البنزين او الوقود اللي هو الفيول لحديت ما يخلص، بيعطيك تقريبا 1074 كيلومتر. الارتفاع الاقصى 4000 متر. الارتفاع الاقصى 4000 متر. ليش؟ لانه بعد اكثر 4000 متر ما بصير خطر على الطياره، مش معمول لاكثر من الارتفاع. سرعه الاقلاع 115 كيلومتر في الساعه. سرعه الاقلاع طبعا لانه الاقلاع بحاجه لسرعه. هالسرعة إذا كانت زايدة جدا عن المطلوب بالطيارة بتتحطم، إذا كانت قليلة تحت المطلوب ما حتقدر تطلع الطيارة. سرعة الإقلاع للوزن الصافي 115. سرعة الهبوط 115 كيلومترا في الساعة. سرعة الهبوط 115 طبعا بعد ما حطينا وقود صار سرعة الإقلاع أكثر، لأنه كل ما يصير الوزن أكبر كل ما تصير السرعة تبعت الإقلاع أكبر. سرعة الإقلاع الحالية 118 كيلومترا في الساعة. طبعا الوزن منه كتير فزادت بس 3 عن السرعة الأصلية. سرعة الهبوط الحالية 118 كيلومترا في الساعة. سرعة الإقلاع وسرعة الهبوط يعني مبدئيا بيكونوا رابع بعض إذا ما كان نفس الشيء. الساعة القصوى لخزان الوقود 3866 لترا. واضحة شفناها الساعة القصوى لخزان الوقود. الوقود المتبقي في الخزان 3865 لترا. يعني يا دوب جالون واحد أو لتر واحد من فيول خلص. المدى الحالي 1073 كيلومترا. أقل بكيلومتر واحد، لأنه ما تنسوا هسه في عنا الإقلاع، بعد الإقلاع المدى بيكون أدق. أصلا المسافة بين المطارين اللي بدنا نمشيهم هي كلها على بعضها 10 كيلومتر 11 كيلومتر، يعني بدنا نقطع بضيقتين. الباب مغلق. الباب مغلق. الفرامل لا تعمل. الأجنحة مضغوطة. الأجنحة لا بدنا نفتحها. معدات الهبوط معطلة. معطلة. الحزام مربوط. التوجه الصوتي متوقف. رمز التحقق 7107. التردد 230.2. طبعا هذول اللي أخذناهم من البرج. نعمل اسكيب. بلانك يور فلاي. حاليا الوزن عندنا 15 او بالاحرى الزاويه 15. بدنا نعمله بدنا نفتح الاجنحه كمان لانه الطياره بدون اجنحه مفتوحه ما فيها تطير. كنترول اف تعمل. كنترول اف. هلا شو بدنا نعمل قبل ما ناخذ الاذن من برج المراقبه؟ ما في طيران، لا اقلاع ولا هبوط ولا شيء. نضغط F1 لحتى اطلب من نفسي الاقلاع. طبعا انه هذا البرج يعني بالصدفة طلع نفس صوتي. رح جرب F1. SK737 مدرجنا حاليا بعد الاستخدام، الرجاء المحاولة لاحقا خلال لحظات، شكرا. المدرج للأسف مشغول. فينا نضغط K لنعرف طول المطار. المطار هو صغير يعني نوعا ما، ما في إلا مدرج واحد، بس في مطارات أصغر منه بيكون فيها مدارج أكتر. يعني هذا المطار مش متطور كتير. بس في مفتاح بدنا نضغطه شيفت أي لنعرف بالتحديد شو هو المطار اللي بدنا نروح عليه، نعرف كل شيء موجود عن المهمة تاعتنا. أي يس المهمة 00.F المهمة 00.F. هذا اسم الملف تبع المهمة. نقطة الانطلاق نارزانكي سلوفاكيا. نقطة الانطلاق. نقطة الوصول يوراني سلوفاكيا. توراني سلوفاكيا. نعمل كنترول اف 8 لنشوف قائمة المطارات. بلانك. نلاقي توراني.
كنترول اف 8 ممكن ياخد وقت لانه الترجمات غير الانجليزيه والسلوفاكيه لاحظت هالشيء كلهم بياخذوا بعض الوقت. نافزانكي هذا ليش 0 كيلومتر زائل؟ ما انا اصلا فيه ما حيعمل شيء يعني هو هذا المطار انا قاعد فيه فما حيكون بعيد عني. سير بس تعيس قلت لي إذا نحن بدنا مطار توراني أو التي مش موجودة كتير ما بتقراها هذر بس هو توراني هذا المطار على بعد 11 كيلومتر وبدنا نبرم 13 درجة لليسار لحتى نوصل نصير مباشرة بمحاذاته. اثنان دال يعني ضيقتين ونوصله. نضغط سبيس حتى نحدده كوجهة لأنه لازم يكون عندنا وجهة قبل الانطلاق أو بعد الانطلاق يعني ما في مشكلة بس نحدده قبل الانطلاق حتى نكون متأكدين لأنه الطيارة هلا بعد شوي حيصير صوتها عالي ومش رح نقدر نسمع الناطق بشكل ملحوظ أو أنا حتى صوتي يمكن يغطي على صوت الطيارة فنضغط سبيس على المطار المطلوب. تم تحديد الوجهة سبيس يوفر. تم تحديد الوجهة 15 تي خلي تأكد الأجنحة مفتوحة رتق الحزام مربوط معدات الأجنحة مفتوحة لاين F1 نشوف إذا فينا نشتغل نتحرك. ملاحظة أخيرة حرف الـ R هو اللي بيقول سرعة الطيارة الحالية وحرف الـ Z هو اللي بيقول ارتفاع الطيارة فنحن لما يصير الطيارة عم ترتفع أكثر 1 2 3 4 بتوصل بدنا ساعتها بدنا نشغل معدات الهبوط نرفعها بالأحرى ونعطل الأجنحة لتكون بس الطيارة تاخد ارتفاع بسبب الجاذبية فنشوف F1 SK737 يمكنك الآن الإقلاع من المدرك الموجود أمامك. نبلش هوم لا السرعة كم عم تزيد 17 2 6 10 1 3 7 3 4 4 51 بدنا نشوف نضغط زي مشان نشوف السرعة الارتفاع عفوا 1 كنترول اف كنترول جي لا تعمل لا يعمل عم ترتفع الطيارة اس كي 737 إصعاد وأكمل متجهًا إلى الشمال. خلينا نسرع الطيارة شوي. هوم. 134 155 256 السرعة الأقصى 226 السرعة القصوى 143 نضغط N لمعرفة الزوايا اللي بدنا نبرمها حتى نوصل للمطار 14 نضغط Shift تم الإيقاف مؤقتاً للقيام بالدوران أثناء المطار أثناء وجودنا بالطيارة عفوا نضغط السهم الأيسر أو الأيمن إذا قال لك 14 إلى اليسار نضغط سهم يسار 14 مرة هذه الطريقة الأصعب فينا نضغط شيفت مع سهم اليسار لنبرم 10 درجات بعدين نضغط السهم الأيسر 4 مرات ونوصلنا مباشرة بمحاذاة المطار كنترول N بتخلينا نعرف المسافة بيننا وبين المطار حاليا يعني بتقلنا 11 10 كيلومتر طبعا بهالمهمة ما في مسافة كتير بين المطارين بس بمهمات بعدين ممكن توصل لألوف الكيلومترات الطيارات يعني أحسن من هالطيارة السيئة اللي معنا حاليا طبعا ضغطت Alt F1 لإيقاف البرنامج مؤقتا تم الإيقاف مؤقتا Alt F1 نفس المفتاح تم الاستئناف تم الإيقاف مؤقتا تم الإيقاف مؤقتا نضغط كنترول N مثل ما قلنا لحتى نعرف المسافة بيننا وبين المطار بس أنا الشيء أول شيء خلينا نبرم 10 درجات بعدين 4 درجات تم الإيقاف
شفت اتسام يسار على اتسام يسار أربع مرات إلى الأمام على 3.4 إلى الأمام مسافة كم؟ 3.9 صار مسافة بيننا وبين المطار الثاني 8000 متر يعني 8.9 كيلومتر تقريبا يعني بإلنا كمان الوقت المتبقي بالطيارة الوقت المتبقي بالمطار قصدي تم الإيقاف مؤقتا توصل المطار تم الإيقاف 8.785 كيلومتر سوار تفيل تم الإيقاف 2 دال تم 2 دال يعني ضايق 10 هلا البرج قال لنا إنه بدنا نوصل لارتفاع 500 فالارتفاع مثل ما قلنا بنشوفه بحرف الزي تم الإيقاف مؤقتا تم الإيقاف مؤقتا لما قال لي أكمل باتجاهك وارتفاعك الحاليين بدنا نعمله إنه الطيارة لازم تكون على زاوية هي صفر مثل ما رفعنا الزاوية بالأول بدنا نوطيها بالسهم الأعلى هي الزاوية بترفع بالسهم الأسفل تخفض بالسهم الأعلى لما نكون عم نرتفع نعلي الزاوية بالسهم الأسفل لما نكون بدنا ننزل نهبط نوطيها بالسهم الأعلى يعني احفظوها بالاتجاه المعاكس لما نرفع الطيارة سهم أسفل لما نوطي الطيارة سهم أعلى بس طبعا هالزاوية ملاحظة مهمة كتير الزاوية مش لازم توصل لـ30 أو أكثر من 30 لأنه إذا وصلت راح يكون هذا شيء خطر على الطيارة وممكن تتحطم هنشوف زاوية صفر إلى الأمام على 3.5 طبعا لما توصل الطيارة قريب 5 كيلومترات أو 4 كيلومترات رح اضطر خفف السرعة شوي ولو انه السرعة مش قوية جدا ورح شغل الاجنحة ومعدات الهبوط مشان نهبط بعدين على مدرج المطار اللي نحن جايين عليه تم الاستئناف 7.528 تم الإيقاف يعني لما نوصل على ارتفاع 100 لأنه الارتفاع كل ما كان أكثر كل ما كان مدة الهبوط من هالارتفاع لارتفاع طبيعي كل ما كانت أكبر فهلا الارتفاع 500 بدنا نضغط السهم الأعلى لحتى تصير الزاوية سالب 15 وناقص 15 وبعدين نشوف عم توطى بتصير طيارة بشكل آلي بدناها توصل 100 نفس الوقت مش لازم ننسى انه نحن بحاجة لتبطيء الطيارة لازم نبطئها يعني ونحن عم ننزل هيك ننزل ارتفاع بدنا نبطئ الطيارة بفأسة الاند لحتى توصل على سرعة الهبوط لأن سرعة الهبوط اللي هي 118 أو حوالي 118 يعني 120-125 حتى 130 ما بتأثر و110 كمان ما بتأثر يعني أهم شي تكون قريبة على 118 ما تحط 118 بالحرف الواحد مش ضروري نشوف بطئ تم هذا مطار جديد اللي هو مطار هدف دخلنا الرمز بنفس الطريقة Alt T وبعدين الرمز تم الإيقاف مؤقتا طبعا اللي عم يقوله البرج انه نحن هذا مطارك الهدف انزل لارتفاع 100 واتصل بالبرج لما تكون على بعد كيلومترين او اقل من المطار لمعرفة البعد مثل ما قلنا كنترول ان لمعرفة اتجاهنا من المطار او اتجاهه هو منا نضغط ان ومثل ان الاستئناف Alt F1 ورفع وخفض الاجنحة ومعدات الهبوط كنترول F كنترول G
هلا رح نعمله كنترول اف كنترول جي ننزل ننزل ارتفاع 100 ناقص 9 ناقص 16 طبعا الاتصال بالبرج مثل ما قلنا بضغط F1 نفس الطريقة F1 سواء كنا بالمطار عم نقلع او اثناء الهبوط. طبعا ما فينا نضغط F1 الا اذا كنا على بعد 2 كيلو او اقل. كم قلت ناقص 16 4.0 168 ناقص 4 نص على 100 164 0 ناقص 4 158 0 3 3 ناقص 8 3.3 ناقص 8 145 0 ناقص 8 2 إلى اليسار 3.115 ناقص 131 0 625 تم ممتاز. نرجع نذكر بعض الاختصارات اللي حكينا عنها قبل. نشوف الزاوية نضغط تي، الزاوية اللي هي ارتفاع بين ناقص 30 و 30 تكون صفر، ما بتتحرك الطيارة باتجاه الفوق او لا تطلع ولا بتنزل، بينما اذا كانت سالب تنزل، اذا كانت زائد تطلع. حرف الزي لنشوف الارتفاع عن سطح الارض بالامتار. الارتفاع هو لازم يكون او هو المطلوب 100 125 ما في مشكلة. يعني هلا بدنا نعمل ننتظر لحتى نوصل على بعد 2 كيلو من المطار، نضغط F1 لنتصل بالبرج. تم الاستئناف 125 2.742 2.674. طبعا نحن هسه ما وصلنا، بيقول لك 2.6 2. هذا هسه ما وصلنا 2 لانه لازم يكون اقل من 2 لحتى ناخذ اذن الهبوط. يا بيقول لك انه المطار مدرجه او مدرجه ممتلئه ما فيك تهبط، او بيقول لك انه يمكنك الان الهبوط. نشوف كم اجزاء 2.581 كيلومتر 2.517 كيلومتر 2.455 كيلومتر راني 1 116 رياح عابره من جهه اليسار 3821. طبعا انا بتاكد من جميع احصائيات الطياره من جميع الاشياء الموجوده فيها. نشوف خزان الوقود، نشوف الاحزمه، نشوف الارتفاع، نشوف السرعه، لانه اذا كانت على سرعه اكبر ممكن تتحطم الطياره. فهلا بنشوف كم اجزاء 2.134 كيلومتر 4 الى اليسار على 3 الى الامام على 3.1. وصلنا على اقل من 2 كيلو. نشوف كم اجزاء 11 ناقص 14 ناقص 16 الى الامام على 1.604 96 زين. هلا انا عم اضبط، هلا عم نضبط، هلا تم الايقاف مؤقتا، بعدين بنشوف لما نوصل كيف حتكون الحاله. تم اجزاء 78 1.450 كيلومتر سواري 1 الى اليسار على 3 لاين 53 زين الى الامام على 340 ال 1.151 الى اليسار على 339 ال 6 زين. تم الهبوط بنجاح ناقص 932 تمام. تم الهبوط بنجاح، اكملنا عملية الهبوط. احسن شيء هلا صرنا بالمطار. اللي بدنا نعمله هلا بعد ما هبطنا بنجاح نضغط كي لنعرف المسافة اللي بتفصلنا عن المطار عن المكان اللي هو الموقف. لازم تكون هالمسافة بين 1 و100 لحتى نوقف. لما تصير المسافة قريبة على ناقص 50 هي بدل المسافة بتمشي من ناقص 1000 لحتى توصل على المطار، لأن دأستك بالمدرج. فلما تخلص من المدرج بتوصل على المطار. شوف كيف تم الاستئناف ناقص 864 ناقص 809 ناقص 761 تم الاقلاع. تم الاقلاع هلا اللي بنعمله لما نوصل على المطار، يعني نوصل بين 0 وبين 100، نضغط B لنشغل الفرامل، وبعدين نضغط B مرة تانية لنوقفها،
بعدين نضغط هوم واند. هاي الطريقة أسرع من إنك تبطئ الطيارة بشكل تدريجي، مع إنه نقدر نسوي هالشي سهل، بس الأسهل إن نعمل هالطريقة، نشغل الفرامل، نرجع نعطل الفرامل، نرجع هوم اند حتى نشغل الفرامل وتوقف الطيارة بأرضها. تم الاستئناف ناقص 680 ناقص 608 ناقص 600 ح ناقص 567 ناقص 529 ناقص 480 ناقص 483 ناقص 393 ناقص 351 ناقص 316 ناقص 277 ناقص 238 ناقص 200 ناقص 180 ناقص 100 ناقص 100 ناقص 100 ناقص 100 ناقص 4 ناقص 2 يا ناقص 32 ناقص 32 ناقص 30 قربنا قربنا ناقص 22 لا بس هنوصل على ال 27 بطأناها 27 29 الموقف سمعت الموقف بلانك. تمت المهمة بنجاح، تهانينا. ممتاز. اللي رح اعمله هلا اني اعرض حول يورو فلاي. اللي راح اعمله هلا اني راح اعرض مهمه ومهمه، بس بتكون بدون هدف، يعني رحله حره. المهام رحله حره. رياض رياض. يعني اللي راح اعمله هلا اني حاعمل بالملف الشخصي الاصلي تبعي رحله حره قصيره، كمان ما حتكون طويله كثير، لانه بدنا نعمل بعض التجارب على الطيارات اللي هي من فئه تانية. طبعا هذا ما بيسمعوا إلا الأشخاص اللي سمعوا طريقة الإقلاع والهبوط بالدرجة الأولى من الطيارات الأولى. ضغط انتر. واحد بلانك. حشوف الطيارات اللي عندي. بلانك. بوينغ 767 تونس. هذه بوينغ 767. هذه طيارة كبيرة. أنا صراحة كان عندي ملف كنت حوصل لطيارات الدرجة الثالثة، بس طار الملف الشخصي، اضطريت أعمل باك اب، ما طلع إلا نسخة قديمة. ما في مشكلة. نكتب Alt F. نكتب تردد زائد واحد اثنين ثلاثة فاصلة واحد. واحد نقطة مش واصلة. أدخل الرافض. أربعة ستة ثمانية. تم التحقق منك. نفس الشيء، شغل أحزمة الأمان Control B. نعبي الوقود Control Shift E. شغل طيارة. هو بيج داون بيج اب. جاهز هالمرة. جاهز. بدنا نفتح الباب نركب الركاب، معناها طبعا بنركب الركاب بواسطة كنترول و دبليو. تم الايقاف لنقطة. تم برضو بدنا أثناء صعود الركاب بدنا نوقف الفرامل بي لا تعمل ونشغل الأجنحة كنترول اف تعمل ونغير الزاوية ل 15 بالسهم الأسفل. 2 4 6 4 6 15 ركب معنا الركاب. أنا لا نشوف بكنترول انتر نشوفها طيارة شو خصائصها. رحلة حرة رحلة حرة رحلة حرة. المطار تونس تونس ثلاثة. مطار تونس هو مطار من الفئة الثالثة. الطيار رياض مساعد طيار خمسة. مساعد طيار بوينغ 767 1002 هي الطيارة اللي معي. عدد المقاعد 290 عدد المقاعد. عدد الركب 178 ما معنى 178 ركب. هي رحلة يعني حرة. الوزن الصافي 77.0 طن. طبعا طيارة كبيرة. الوزن الحالي 130.2 طن. مع وزن الركاب وزن الوقود وزن كل المعدات الإضافية صار وزن 130. السرعة القصوى في الهواء 850 كيلو متر في الساعة. 850 المدى 12300 كيلو متر. تقدر تقطع 12000 كيلو متر بنفس الوقود. الارتفاع 19000 متر. سرعة الإقلاع 230 كيلو متر في الساعة. 230 سرعة الهبوط 230 كيلو متر في الساعة. طبعا بالوزن الصافي 230. سرعة الإقلاع الحالية 283 كيلو متر. زادت 53 على وزن الناس اللي فيها، على كل طن بتزيد واحد، فلأن زاد فيها 200 أو احنا زاد فيها 53 طن إضافي صارت 283.
مشان هيك كل ما يقل الوقود الموجود بالطيارة كل ما تقل سرعة الإقلاع والهبوط لأنه بصير أخف. سرعة الهبوط الحالية 283 كيلومتر. الساعة القصوى لخزان الوقود 44280 لترا. الوقود المتبقي في الخزان 44280 لترا. المدى الحالي 12300 كيلومترا. الباب مغلق. الفرامل لا تعمل. الأجنحة مفتوحة. معدات الهبوط معطلة. الحزام مربوط. التوجه الصوتي متوقف. التوجه الآلي متوقف. رمز التحقق 4000. التردد 123 فاصلة. طبعا التوجه الآلي هو موجود بس في الطيارات اللي هي من الفئة الثانية والثالثة على الثانية بس. التوجه الصوتي هو غير شيء بأننا لما يكون في مطار قريب منا ساعتها رح نقدر نعرف وين محله من خلال الصوت. ضغط Alt N. التوجه الصوتي مشغل. أنا الصراحة ما بيعجبني هذا النوع من التوجه. بعمل Alt P لشغل التوجه الآلي. التوجه الآلي مشغل. يعني بدل ما نحن نغير الزاوية تبعت الطيارة، الطيارة لوحدها بتغير الزاوية بتوصل على زاوية المطار. الزاوية طبعا هي غير زاوية الارتفاع، هي الزاوية اللي بتكون استعمالها نغيرها بالسهم اليمين والشمال، اللي هي بتكون إلى اليمين إلى اليسار أمام إلى خلف إلى آخره. هلا منجرب نطلب إذن من برج المراقبة. طبعا هلا قلنا من المدرج رقم A1. هلا هذا المطار اللي نحن فيه ما قلبه مدرج واحد مثل المطار الاول. هذه شغلة مهمة لازم نستعرضها، وهي كيفية الاقلاع من مدرج معين لما يكون في اكثر من مدرج. هي الطريقة سهلة. اول شيء بدنا نمشي على سرعة ما تتجاوز 30 او 40. رح نعرف ليش. تم الاستئناف. 12 18 24 27 31. طبعا هوم لزيادة السرعة وآر لمعرفة السرعة. أعزائي المسافرين أهلا بكم على متن طائرة. طبعا هذه الطيارة متطورة ففيها مضيف مضيفة، لذا أرجو منكم ربط أحزمة الأمان. طيارات الفئة الثانية والثالثة بدون فارق. أها هلأ سمعنا A1 من جهة اليمين. شو العمل؟ العمل نضغط كنترول مع سهم يمين مشان نوصل له ونمشي. بعدين بعد ما نوصل ل A1 نسمع بالسماعتين نفس الوقت، ساعتها منزيد السرعة نضغط هوم. شرق. كنترول سهم يمين مثل ما قلنا. 31. عم نتجه لألا، نضغط S نعرف اتجاهنا. 53 شرق S. عم نوصل الشرق هو 90. شرق. شرق. نوصل نضغط هوم. وصلنا الآن. وصلنا. لما نضغط Z تأكدنا. 15. لبس نوصل ارتفاع بطل صفر بصير فيها نشغل الأجنحة والمعدات تبعت الهبوط. 109.0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 
الى الشرق. طبعا احنا متجهين لوين؟ شرق اس. شرق ضغط اس نعرف شرق. تم الاقلاع بنجاح. تم الاقلاع بنجاح. اس كي 737 اصعد الى ارتفاع 500 واكمل باتجاه وجهتي. نحن لما بنطلع بطياره من فئه ثانيه مش ضروري ننتظر الزاويه نرفعها ونوطيها، لانه هذه طياره متطوره اكثر، فيها نضغط بوساطه Alt Z ونحط الارتفاع اللي بدنا اياه، ومجرد ما يوصل هالارتفاع ما حنكون بحاجه لا انا نضغط سهم تحت ولا سهم فوق ولا شيء، الطياره مباشره حتثبت على هذا الارتفاع. طبعا الا اذا اجى مطار هوائي وهالشيء ما حيرفع او يوطيها كثير كثير، يعني اذا كانت ب 500 مش حتوصل ل 1000 ولا حتوصل لصفر، يعني اذا كانت 500 ممكن توصل 490 510 480 يعني. تم الاستئناف. نضغط Alt Z. Alt Z 500. 500. اخلال الارتفاع. فلما نضغط Z بدل ما نقول بدل ما نسمع كلمة الارتفاع الحالي نسمع الارتفاع الموجود سلاش 500. 194 سلاش 500.
اضغط هوم وزيد السرعة. هلأ فينا استباقا ان نضغط كنترول اف كنترول جي. يعمل. لم يتم تحديد الوجهة. ان لما ضغطت ان قال لي لم يتم تحديد الوجهة. لو تذكروا كيف منحدد الوجهة كنترول اف 8. هلأ حاختار اقرب مطار لانه ما بدنا نعمل رحلة طويلة، لانه مشكلة حتى لو الرحلة كانت طويلة رح تاخد نفس المدة اللي كانت تاخدها لو كانت هذه رحلة حقيقية. يعني مثلا لو رحنا بين مطار القاهرة ومطار باريس رح تاخد المدة نفس اللي حتاخدها بالواقع، الا لو استخدمنا شيء اسمه التوربو سبيد او سرعة التوربو. هذه السرعة فينا نوصلها عبر ان نوصل لسرعة الطيارة القصوى وبعدين نضغط كنترول تي. خلينا نشوف كيف. قلنا سرعة الطيارة القصوى هيدي اللي نحن فيها 850، فننتظر لتصير 850. 541 رياح عابرة، 558 رياح عابرة، 575 رياح عابرة، 598 رياح عابرة من جهة اليمين. R طبعا الطيارة وصلنا على السرعة القصوى هي 850، وكانت المضيفة عم تحكي فما حكيت حتى نسمع الكلام اللي كان عم ينقال. بعد ما وصلنا على السرعة القصوى هلأ عرفنا انه وصلنا على البحر المتوسط، وصلنا فوق القسم الغربي من البحر المتوسط. فينا نعرف المعلومات للبلد اللي احنا فيه عبر ضغط الارقام من 1 لـ0 او بالاحرى من 1 لـ8، وصفر بيقلنا اشياء كلها يعني اضافية. من 1 لـ7 نعرف الأماكن اللي نحن فيها أو المكان اللي نحن فيه. 1 هو القارة، 2 هو البلد، 3 المحافظة، 4 المدينة، 5 يعني كل الأشياء الفرعية اللي جوات المدينة، قرية، مدينة أصغر، كله. و 8 بيقلك آخر مطار كنت فيه. 9 آخر دولة كنت فيها. هلا بنضغط 1 الحوض الغربي للبحر المتوسط. طبعا انا لسه ما حددت مطار، رح حدد مطار بيكون قريب بس بيكون بدولة تانية حتى نشوف كيف بدنا نصرح عن نفسنا بدولة تانية. تم الاستئناف. كنترول اف 8 مثل ما قلنا. نحن هلا سمعنا صوت دينج، يعني هذا انه الطيارة مباشرة غيرت اتجاهها لاتجاه المطار. هذا الشيء موجود بطائرات الفئة الثانية، انه الطيارة فيك تخليها بواسطة Alt P تمشي على اتجاه المطار اللي انت بدك اياه، اللي انت بدك توصل له. نحن هلا على فوق البحر، تونس وايطاليا بيفصل بيناتهم البحر المتوسط. اللي بيعرف طريقة الأطلس ودرس شيء له علاقة بالجغرافيا، طبعا هي هذا البرنامج هو أقرب لبرنامج جغرافي من إنه لعبة ومش لعبة. فاللي حنعمله أن نشغل سرعة التوربو، نوصل السرعة لقريب 1500 أو 2000، وبعدين هي السرعة فينا نوصل لـ10000. بعد ما نوصل السرعة لـ2000 أو 1500 ننتظر لحتى نوصل للمطار اللي بإيطاليا، لأنه حكما رح يجينا موظف الحدود ويقلنا عرف عن نفسك، لأنه نحن ما معنى تصريح للهبوط إذا ما عرفنا عن نفسنا. للتعريف عن النفس أمام موظف الحدود نضغط F2. طبعا استأذني في Alt F1. كنترول T يعمل. هلأ السرعة القصوى كانت 850، هلأ شوف كيف عم تصير 866
8180 8180 8186 رياح حاضرة من جهة SK737 اصعد وحافظ على ارتفاع 2000 Alt Z 15 591/2000 Z 997 رياح حاضرة من جهة البلانك 134 كيلومترز/6 دال 6 دقائق 1540 رياح 1046/2000 Z هنوصل على ارتفاع 2050 رياح حاضرة من جهة 2160 رياح حاضرة بس هيك وزيادة 128 كيلومترز/3 دال 6 دقائق هنوصل على ايطاليا افريقيا تونس رجعنا على تونس هذا كان في مثل مسطح مائي بين اصبعين من تونس نضغط 1 افريقيا SK737 اكمل باتجاهك وارتفاعك الحالي شكرا 2 نعرف اسم البلد تونس 2 3 اسم المدينة 3 شكله هذا صحراء او شيء موجود بتونس مش مدينة يعني شكله صحراء او نحن فوق الطريق السريع SK737 اصعد وحافظ على ارتفاع 5 SK737 انت الان تغادر مجالنا الجوي اتمنى لك الحمد نحن هلا بعدنا عن المطار الاول فقلنا انت الان تغادر مجالنا الجوي وبما اننا بعدنا عن اي مكان في تردد ففتنا على تردد جديد وحنشوفه تردد جديد 120.9 هذا تردد جديد ندخله بس ما دخلنا التردد الاول 1 2 0 9 120.9 تم الإيقاف عم تسمعوا صوت عواصف فينا نضغط W تم غيوم البدن سيني منعش باتجاه الجنوب الغربي بسرعة 31 كيلومترا في الساعة غيوم رمادية لكن أعلى منك ب 1206 متر إلى الأمام على 91 هلا في شيء تاني بيتعلق بالمضيفات فينا نضغط كنترول L لاستدعاء المضيف أو المضيفة بيطلع لنا قائمة بالمشروبات الموجودة تم نجرب كنترول L أي خدمة هلا في عنا قهوة سوداء قهوة مع حليب شوكولا وزهر كابتشينو كابتشينو نختار كابتشينو على سبيل المثال لحظة من فضلك 82 كيلومترز حال تاوريا 2 دال لحظة خلينا نبطئ السرعة شوي لأنه بعد ما تحضر القهوة أو الكابتشينو ممكن نصل على المطار 78 كيلومترز حال تاوريا 3 دال 1340/71 1 ستريت اوف سيسيليا هذا مضيق صقلية 974 رياح حاضرة من جهة اليسار R لساتها المضيفة عم تحضر كابوتشينو فينا نضغط Q لنعرف كل المعلومات الموجودة عنا ستريت اوف سيسيليا Q ما في إلا ستريت أوف سيسيليا جبت لك الكابتشينو اللي طلبته شكرا في عنا Alt أو الأحرى Control K لنشرب المشروب اللي معنا طبعا هو مش بجرعة واحدة يعني بيخلص فبنضغط Control K كذا مرة نشربه ممكن في يكون بعض حس الفكاهة يعني في مطر مطر كثيف نسمي معتدل شمالا بسرعة 28 كيلومترا في الساعة أنت الآن تطير في الغيوم 63 كيلومترز حان تاوريا 4 دال خلصت القهوة والكابوتشينو يعني يابا يابا أخذت القهوة يابا يابا سب تي لا 58 كيلومترز حان تاوريا 3 دال هلا بهالوقت بدي قلل الارتفاع ل 500 استعدادا للهبوط فينا وهذه شغلة جدا جدا اختيارية نضغط شيفت 1 وشيفت 2 لنعرف اسم المضيف واسم البرج البرج اسمه محمود محمود صديقنا محمود علي هو موجود بالبرج واثنين موظف او المضيفة نادى اسمه سجلت المضيفة فنقدر نعرف الاسماء مع انها مش الزامية اطلاقا 47 كيلومترز حان تاوريا 3 دال ناقص 5 741/500 زي قربنا نوصل
ناقص 15 تي ناقص 15 558 سلاش 500 ناقص 10 تي 409 صفر. وصلنا على 400 صفر. واخد مطار انت تدخل المطار الان تي. الطيارة لحالها رجعت رفعتني بعد ما وصل المطب، بعد ما خلصنا من المطب. اللي رح أعمله إني ماني رح أسمع على نصيحة موظف الحدود، وماني حأضغط F2 لما اللي يعرف عن نفسك. نشوف شو حيصير. لسه ما وصلنا على أوروبا، مضيق صقلية. نحن ساتنا بين أفريقيا وأوروبا. هيدي الطريق المؤدي إلى تونس. صرنا بمطار إيطاليا. أنت تدخل المطب الآن. أدخل بس. ثلاثة. ستة واحد. واحد. اثنين ثلاثة. تم التحقق بك. SK737 هنا مطارك الهدف. اجد ارتفاع 100 ثم اتصل بالبرج للحصول على إذن الهبوط عندما تكون على بعدك بين او اقل. شكرا. 28 كيلومتر سكي 737 ارتفاع. انزل الارتفاع 100. اعزائي المسافرين، نحن الان نقترب من وجهتنا وسنهبط في المطار خلال وقت قصير. نرجو منكم ربط احزمة الامان ووضع مقاعدكم بشكل مستقيم، كما ونرجو ربط جميع الطاولات الموجودة امامكم. يعمل 21 كيلومتر سبان تيلوري 1 أدهل 900 لما يبطل في دال نعرف أنه في أقل من ضيق. إلى الأمام على 91 أم نضغط استدنا لما نسمع صوت مثل دينج نعرف أنه فتنا على قارة أو دولة جديدة. شوف ما وصلنا 16 كيلومتر سبان تيلوري 1 أدهل. فينا نضغط يو لنعرف الدولة القريبة. Mediterranean Sea Western Basin 77 يو. نضغط كنترول اف 6. نضغط كنترول اف 6 لمعرفة الدول الموجودة عنا بالترتيب اللي هي بعيدة فيه. خلينا نشوف ايطاليا قداش بعيدة. كنترول اف 6. يس ايطاليا 12 كيلومتر 1 الى اليمين. ايطاليا 12. ايطاليا دغري 12 كيلومتر، وبعدين بعد ما نفوت ايطاليا بنلاقي دغري هذا المطار. تونس 58 كيلومتر، مالطا 208، الجزائر 100، ليبيا 4، المغرب 5. بالدول بالارتفاع او بالاحرى بالبعد اللي هي بعيده عنك. اخر دوله بعيده عنا هي شو؟ 108 نيويورك. جزرك 7 سبيس مابيرن 1 8 سبيس ماب نيوي. شو المدينه بالضبط؟ ما اعرف. هذه شكلها جزيره بعيده. 5.965 كيلومتر سبان تيلوري. غريب. هسه ما وصلنا على ايطاليا، فشكلها ايطاليا دغري بتبلش انه تبعد عن البحر، وهي هذه المدينه اللي حنهبط لها هي قريبه كثير على البحر، فما حيكون معنا وقت كثير لنرفض اوامر موظف الحدود. فشكلي راح اضغط F2. 907 3.800 الى الامام. نسيت 3.127 كيلومتر سبان تيلوري. نسيت انه احنا عم نقرب من المطار. 851 سلاش 850 رياح شبه معدومه 7 كلاي. كنترول تي نوقف التربو. لا يعمل. يوروب 1 يوروب. وصلنا على يوروب. نضغط كيو. ايطاليا صقليه كيو. ايطاليا صقليه، هي القسم الايطالي من صقليه. 714 المشكل اني انا نسيت خفف السرعه. خلينا نشوف قديش سرعه الهبوط. الحزام معد، الاجنحه، الفرق، الباب، المدن، السرعه، سرعه الهبوط الحاليه 282. طبعا نفس الاختصارات ار لما عرفتها 582 وايطاليا صقليه 544 سلاش 533 325 واحد
312/394/295/385 الى اليمين 77 الى اليمين على 2.1.09 اسكي 737 الى برج مراقبة بسبب الزحام الذي اسكي 737 مطارنا الان مغلق بسبب بعض اعمال السياره. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. مغلق بسبب بعض اعمال الصيانة. نقي مطار تاني. كنترول اف 8 واحد ايطاليا صقلية اثنان بلانك ثلاثة سيتنا على البحر ما طلب منا التعرف أعزائي المسافرين ببالغ الأسنان والأسنان يعلمكم كم أن مطار وجهتنا لم يقم بإعطائنا تصريحا بسبب إغلاقهم لذا سنطير إلى أقرب مطار مفتوح لوجهتنا نكرر أسفنا في شكله مشكل باليورو فلاي 737 اصعد غريب وحافظ على الارتفاع 1600 اسكي 737 اصعد وحافظ على الارتفاع 1600 لقد دخلت الان المجال الجوي الخاص ببلد جديد اعرف عن نفسي مش رح اعرف عن نفسي مش رح اعرف لانه في مسافة طويلة كتير هتوصل ومبدئيا عرفت كون على اهم الخصائص موجودة بيروفلاي عرف عن نفسك لو سمحت لا مش رح اعرف عن نفسي 831 شكله بيحضر الاف 16 لانه هي في اف 16 بيسقط من خلال الطيارة تسوطها 850 ريال ماني رح اعرف عن نفسي اعرف عن نفسك والا اضطررنا لاسقاط طائرتك مثل ما قلنا انا ما عرفت عن نفسي بس فيكم تعرفوا عن نفسكم بF2 يلا بسم الله استعد للسقوط يا لطيف اعزائي المسافرين اتمنى ان تكونوا سعداء ومرتاحين في رحلة لابوكس دوت اطلق النار عم يسقطنا الطيارة مدير او موظف الحدود تحطمت هي كانت الطيارة فوق البحر ما خلى المضيفة تكمل الحديث كذبت لانه نحن الان نحلق فوق البحر خلص فتحنا ملف اسمه blackbox.txt هذا هو عبارة عن الصندوق الأسود خلينا نشوف محتواه هيدا توقيت اللي الرحلة اللي نحن عملناها في الرحلة ترو يعني يعمل فولس يعني لا يعمل لأنه نحن اللي عملناه أن ترجمنا كل شيء بس اللي كان موجود هذه الفاليوز القيم مش موجودة مش موجودة بالقائمة الأشياء اللي نحن ترجمناها فرح أعمل هلأ خروج رحلة لأنه تنقل يدوي في الخريطة مش رح يزبط لأنه بحاجة لشرح كامل الوقت يعني ما معنا وقت كتير نشرح فمبدئيا هذا أهم شيء خلينا نرجع على الصندوق الأسود اللي هو بلاك بوكس المحرك الأيسر true المحرك الأيسر كان شغال طبعا المحرك الأيمن true أكيد المحرك الأيمن شغال الفرامل false فرامل مش شغال لأنه لو كانت شغالة ما كنا قدرنا نطلع بالطيارة نسوق الأجنحة true الأجنحة مرفوعة إيه معدات الهبوط true كمان معدات الهبوط الباب معدات false الهبوط. الباب false الباب مسكر أكيد ما فينا نفتح الباب أثناء الطيران توقع الطيارة أو بيقع الركاب ساعتها حزام الأمان true هلا حزام الأمان نحن بس ما فينا نشيله إلا أثناء الرحلة لما نكون عم نعمل إقلاع وهبوط لازم نكون حاطينه فينا نشيله أثناء الرحلة بس لأنه لو حطينا حزام الأمان أثناء الرحلة ما حيصير شيء ولو شلناه ما حيصير شيء بينما أثناء الإقلاع لو شلنا حزام الأمان
راح يقلنا انتباه، الأحزمة مفكوكة أو غير مربوطة، اربط حزام الأمان. حزام الأمان true. طبعا كنت الوقود 43,350. هذا خزان الوقود اللي مفضل منه، هذا اللي باقي من الخزان. استخدام المكبح false. مش مستخدم المكبح اللي هو بيرجع الطيارة للخلف لما يكون جوات المطار، بيرجع للخلف إذا بعدنا عن مدرج معين. السرعة 850. سرعة الطيارة. المسار 21. المسار كولن المسار 21. الزاوية 0. هذه الزاوية اللي كنا ماشينا، المسار هو الزاوية من 360 اللي بيكون فيها عليها الطيارة اللي هي بيكون عليها المطار. الارتفاع 1601. 1601. خط العرض 36.942. هذا خط العرض. خط الطول 12.025. خط الطول طبعا هذه هي بالأحرى اسمها دائرة العرض، وخط الطول هي عبارة عن المعطيات الجغرافية الأحداثيات. بلانك. سبب الحادث تم الإسقاط. تم الإسقاط للأسف. نحن ما قللون إنه مصرح لنا بالطيران في هالدولة فما أعطونا إذن. بلانك. بلانك. سبب الحادث تم الإسقاط. هيدا هو الصندوق الأسود. مبدئيا كل شيء متعلق بالطيران شرحناه اليوم، وممكن نعمل درس عن التنقل اليدوي بالخريطة لأنه هذا بحاجة لشرح كبير كتير، لأنه في حوالي 4-5 أنماط من التنقل، وفي تنقل بالسيارة بالدراجة بالطيارة بالقطار بالباص إلى آخره، عبر المشي على الأقدام في كتير طرق. فبإذن الله هذا بيكون هو الشرح تبعنا، بتمنى أنه استفدتوا منه، بتمنى أن ألتقيكم بإذن الله بشرح قادم. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم رياض السوم. هذا المحتوى الشرح تم نشره على قناة الصديق العزيز أحمد سامي. لا تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها ودعم كل الجديد أخونا الرائع أحمد سامي وما ينشره على قناته، لأنه فعلا بيستحق. شكرا لكم والله يعطيكم ألف عافية. رياض السوم.